نريمان ابراهيم. عايز انا عايزه اقول لعكاشه بالذات يبعد عن الشعب وملوش دعوه بالشعب، خليه في حاله. هو اتجنن، كان الاول مع الرئاسه دلوقتي بيشتم فيهم، بيشتم في الشعب وبيعمل منوليه لوحده، بيعمل منوليه بتاع ايه؟ وكان مع امن الدوله، هو عايز ايه؟ وعمال يشتم في الرئيس الجديد، هو ماله بيشتم فيه بتاع ايه؟ ويقول لك معايا اوراق توديه السجن ومعايا اوراق كذا. هو ماله يبعد عننا نهائي. ايه ودلوقتي بيقول شفيق شفيق، وهو ماله يبعد عننا احنا خالص، يروح في حاله. ده عايز يروح مستشفى المجانين اللي هو من العباسيه اصلا. تعالى يا عم. ماشي يا عم. ايه تعليقك على كلام الحاج؟ لا طبعا ده مش محتاج ان احنا نتكلم عليه، لان الناس عارفاه وعارفه ان هو ملوش اي مصداقيه في الشارع. انسان يعني انسان بيتكلم كده، انسان بيتكلم لصالح العصر النظام البائد. طب انت عايز من الدكتور محمد بص النهارده جاي تحتفل بيه؟ انا مش عايز منه حاجه، انا عايز ربنا يوفقه ويوفي بتعهداته. هو يعني ان شاء الله يا راجل، يعني انا مر في مسيره التقدم والنهضه، وانا بصراحه مبسوط، لان هو الراجل اكبر دليل على ان الدوله ديمقراطيه مدنيه دستوريه. راجل بيحترم القانون، بيحلف اليمين في المحكمه الدستوريه، والاصل هو الشعب مصدر السلطات.